بعد الحرب العالمية الأولى كرس سعد زغلول حياته وجهوده لحصول مصر على الاستقلال وجلاء الاستعمار البريطاني من أراضيها. هذا المناضل الذي درس بالأزهر وتخرج من الحقوق وعمل بالسياسة فوضه الشعب المصري لتمثيل مصر في مؤتمر الصلح بباريس، فاعتقل ونفي، وكان ذلك بمثابة الشرارة التي أشعلت ثورة 1919. وفي عام 1902 انتقل سعد زغلول لسكنة هذا المنزل الذي كلفه حينها 4296 جنيه و640 مليم، وكان الطابق الأول يحمل الطابع الرسمي لمقابلة كبار الشخصيات وانعقاد الاجتماعات السرية، ويحتوي على صالونين ومكتب شتوي، وكان هو المفضل لزعيم الأمة للجلوس فيه. وهنا كان يترأس زعيم الأمة طاولة الطعام، وعلى يمينه السيدة صفية زغلول ورتيبة هانم، وعلى يساره علي ومصطفى أمين. وظل هذا النظام قائما في غرفة الطعام حتى بعد وفاته. كذلك في الصالون كان هناك فوتيه مخصص لصفية هانم وآخر لسعد زغلول يمنع جلوس أحد آخر عليه. إني أغيب عن مصر سعد فهو بالسكرى مقيم. وفي عام 1927 توفي زعيم الأمة سعد زغلول وأقيم له جنازتين مهيبتين، واحدة بعد وفاته والثانية أثناء نقل رفاته من مقابر الإمام الشافعي إلى ضريح استأذنت في بناء حرمه السيدة صفية زغلول أمام المنزل لتطل عليه من شرفتها كل صباح. تخيل أن تزور بيت زعيم الأمة تماما ككبار الشخصيات فيما مضى، والذي تجمهر حولها الثوار، فتجد الجدران والأثاث كما هو باقي منذ أكثر من 100 عام. فقد تحول المنزل إلى متحف منذ عام 1952. كنت معكم سالي طراد من برنامج 8 الصبح.